هبتدي بأول ملف. النهارده للأسف الشديد تم تشييع جنازة الكابتن إيهاب جلال، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر ومدرب النادي الإسماعيلي. توفى امبارح بعد صراع قصير جدا مع المرض نتيجة لثلاث جلطات مفاجئة في خلايا المخ. امبارح ظهرت تصريحات من الكابتن حمد إبراهيم، صديق ومساعد الكابتن إيهاب جلال. كان بيقول انه من لحظة إقالة الكابتن إيهاب جلال من تدريب منتخب مصر وهو عايش في ضغط نفسي وحاسس انه اتظلم وكان ضحية، لدرجة انه قال انه في مستحقات وشرط جزائي ما خدهمش الكابتن إيهاب جلال من اتحاد الكرة، وما خدهمش على فكرة على حسب كلامه لحد دلوقتي. إقالة الكابتن إيهاب جلال كانت في يونيو 2022. طيب، كلام كتير بيتقال ودي مش أول مرة تحصل، يعني على مدار الكام شهر اللي فات سمعنا إنه كذا لاعب بيحصل له جلطة أو بيحصل له مشكلة وبيتوفى بهذا الشكل، منهم طبعا العمري فاروق. طيب إيه اللي بيحصل؟ عمري فاروق توفى وبرضو الناس بتقول إن هو كان متضايق جدا وكان مستاء. يعني إيه اللي بيحصل في الوسط الرياضي؟ إيه اللي بيحصل في الوسط الرياضي؟ ليه القهر ده؟ ليه الناس بتتظلم لو فعلا إيهاب جلال اتظلم؟ إيهاب جلال اللي احنا نعرفه عنه ان هو كان عنده حب كبير جدا للنادي الإسماعيلي وكان عنده عشق للنادي الإسماعيلي. ايه اللي حصله فجأة وخلاه يجيله ثلاث جلطات في خلايا المخ؟ لو شفنا كم الحزن على الكابتن ولو شفنا كم الحب، يعني الواحد فعلا في اللحظات دي للأسف الشديد بيشوف برضو البني آدم ده كان قد إيه محبوب وكان قد إيه بني آدم كويس، وكان بدليل الجنازة بتاعته، بدليل كل الناس اللي موجودة اللي حضراتكم شايفينها على الشاشة. ده حب وتقدير للبني آدم. ليه دايما بنقدر الناس بعد ما تموت؟ ليه ما بنقدرهمش في حياتهم؟ ليه بيحصل كده؟ طيب، أنا معايا دلوقتي على الهاتف الكابتن حمد إبراهيم، مساعد الكابتن إيهاب جلال وصديقه المقرب. يا كابتن مساء الخير يا أميرة. مساء النور. طبعا البقاء لله. لو تحكي لنا تفاصيل إيه اللي حصل. حضرتك قلت تصريحات امبارح وإحنا عارفين إنك يعني من المقربين أو أقرب حد ليه، فإيه اللي حصل بالظبط؟ سبحان من لا دوام، الحمد لله رب العالمين. بنعزي أنفسنا وبنعزي كل الرياضيين. يعني الكابتن إيهاب من الناس اللي كل الناس بتشهد لها بالخلق وحسن السلوك والاحترام النفس وكل الحاجات اللي فيها صفات جميله لبني ادم. هو الراجل ده كان فعلا كل الامور دي كانت عنده، وده يعني ربنا كرمه بالمشهد اللي كان النهارده في الجنازه بتاعته. طبعا كل طبعا الناس اللي كانت موجوده ومدى الحب بقى اللي من القلب، وبدل يعني كل اللعيبه الصغيره والكبيره وزمايلنا القدام وكباتننا الكبار وكل الناس كانت موجوده النهارده يا ميره. فالحمد لله رب العالمين. باين حب الناس ليه وباين التفاف الناس حواليه بالشكل ده. ده لو بيدل على حاجه بيدل على محبه وعلى احترام وعلى ان الشخص ده قد ايه كان محبوب. بس ايه اللي حصل بالظبط؟ والله يعني الامور يا ميره، كان الكابتن ايهاب حصل له جلطه وبقت يعني وسع شويه، بقت ثلاث جلطات، وبعدين جه بعد كده يعني الجلطات مشيت بشكل كويس وتدوبت، لكن حصل نزيف في المخ او ارتشاح في المخ، فحاولوا يدخلوا جراحي عشان ننشف الكلام دوت، والامور كانت ماشيه مستقره، لكن حصلت مضاعفات بعد كده والحمد لله. الحمد لله رب العالمين. ايوه، بس قلت تصريحات امبارح ان هو كان مقهور وكان تعبان نفسيا وكان ليه مستحقات من اتحاد الكره وبقاله سبع شهور ما بيقبضش من اسماعيلي، فهل يعني التصريحات اللي قلتها دي لو توضحها لنا اكتر؟ لا انا والله يعني طبعا الكابتن ايهاب طبعا من فتره المنتخب هو طبعا كان مقهور وكان بيقعد يتكلم معايا. مقهور ازاي مقهور؟ من الموقف اللي حصل، لما يبقى بني ادم بيسخف نفسه ويسافر ويحاول يعمل اعلى شهادات وعنده حلم كبير انه يوصل ان هو يبقى من احسن مدربين في مصر او احسن مدرب في مصر، وبعدين فجاه يبقى شغال والناس تجيبه ويمسك المنتخب
بعدين لما ما كملش شهر ونص وكانت ظروف صعبة جدا، وأجازات المنتخب كانت في نهاية السيزون للعيبة كلها، ايوه وبعدين يتشال هو حتى في الطيارة، حتى ما فيش احترام للبني آدم نفسه، يعني مش تستنى حتى لما يرجع بلده وتقعد معاه هي وتتكلم الإقالة معاه تمت وهو في الطيارة وهو وهو في راجع، الطيارة مظبوط؟ وهو رايح، لا وهو رايح ماتش كوريا الودي، عارف بخبر الإقالة وهو صمم إنه يروح علشان ما يبقاش شكل المنتخب إنه يمشي ويسيبه ويبقى ما فيش مدرب، وده صمم أثر إن على هو يروح. نفسيته جامد، إن طبعا هو يعني طبعا إن طبعا هو يعرف الخبر وهو في الطيارة، ده طبعا أثر على طبعا نفسيته بشكل طبعا. كبير. وانك انت واحد مستقر وكان شغال، وكنا شغالين في فرقه بيراميدز وماشيين بشكل كويس جدا، وبعدين تجيبيه أيوه يمسك المنتخب، وبعدين تسيبيه يسيب المنتخب او تسيبيه المنتخب، دي حاجه كانت قاسيه جدا عليه. حتى الطريقة قعد هو مهمة والأسلوب مهم والتوقيت مهم، وكل في حاجات مهمة، في اعتبارات تانية مهمة طبعا المفروض. قعد شهرين حتى في امريكا، وكنا يعني احنا اللي جبناه بالعافيه طبعا، لانه ما كانش عايز يرجع، كان عايز يفضل قاعد هناك. فضل قاعد هناك شهرين او اكثر، شهرين ونص، واحنا اللي جبناه وجينا برضو عشان نشتغل، وكنا بنحاول ننسيه وبنحاول، لكن كان عليه ضغوط كبيره جدا. حتى الناس ما ساعات ما بيبقالهاش، ما فيش رحمه اميره حتى في طريقه القاء اللوم على حد، ما عندهمش رحمه، ما بقاش الناس ما بقتش فعلا، ما اعرفش انهي ناس هل ده بتتكلم على انهي ناس بتتكلم على الجمهور مثلا، التعليقات اللي على كله السوشيال كله ميديا؟ كله لا كله والله يا اميره، كله حتى الناس بتبقى، في ناس فعلا بتصطاد ان هي تقهر الناس، ويبقوا بيتلذذوا ان هم يشوفوا حد ان هم بيتنمروا عليه او يتكلموا عليه، بقت الناس بتتلذذ بالكلام مين ده. الناس تقصد؟ بمين الناس؟ كله يا اميره والله كله. يعني قول لي انا تقصد في زي مين مثلا. هل الناس اللي بتكتب على السوشيال ميديا، هل الصحفيين مثلا؟ طبعا الميديا حاجه مهمه جدا ان بس الناس ما بقت تقولش ميديا تستخدمها. والنبي، دول مش ميديا مع يعني. مع يعني مع دول ما يعني معلش اللي بيعمل معلش كده، دول دي ناس مش محترفة. ده ناس مش محترفة، لكن محترفين ان هم يقهروا الناس يا أميرة، محترفين ان هم يدمروا نفسيات الناس، محترفين ان هم يدمروا واحد ناجح. كل ده يا أميرة بيتحط تحت بند، يعني للأسف للأسف ان فعلا الناس ما بقاش عندها رحمة بالبني آدم اللي هو عايش. وإيهاب دلوقتي بقى معظم الناس، بقى إيهاب جميل دلوقتي معظم الناس اللي النهارده كل الناس بتجمع ان هو كان راجل محترم، واحنا اسفين، واحنا البوستات اللي نزل احنا اسفين، احنا رميناك بالباطل بالزور، احنا رميناك بالبهتان. كل ده دلوقتي ظهر بعد ما توفى إيهاب. ما بنكرمش احنا البني آدم غير لما ليه بيموت، ده ليه طبع ليه مصري أصيل. ليه ليه يا اميره والله الواحد، انا راح جواه حزن كبير جدا، طبعا لان والله ده بني ادم من يعني من الناس القليله اللي تقابليها في حياتك عنده حب واخلاص للكل، ما هو تيجي للأسف حتى الكويسين اللي بيمشوا بدري. وحتى لما كان يحصل في اي موقف واجي انا اتكلم معاه يقول لي يا ابني ما فيش مشكله، يا ابني خلينا احنا كويسين، يا ابني احنا عندنا رساله بنأديها، يا ابني احنا راضي، عندنا كان رساله راضي. تربويه يا ابن الحلال، يا ابني احنا حقنا ربنا هيجيبه لنا، يا ابني احنا في الاخره، يا ابني احنا مش هناخد حقنا في الدنيا بس هناخده في الاخره، ده الاهم. رساله كان بيحاول يوصلها لكل اللعيبه، الاحترام والتربيه، وانك انت ازاي تبقى بتعامل، وازاي تطلع راجل، وازاي انك انت ما تهنش نفسك، حاجات كتيره والله يا اميره. الواحد فعلا فعلا حزين على رحيل ايهاب، لكن الحاجه اللي بتخلي الواحد يعني أسرته عاملة يتصبر، إيه؟ أسرته عاملة إيه؟ ربنا يكون في عونهم والله، ربنا يكون في عونهم، ربنا يكون في عونهم، ابنه عبد الله وبناته ربنا يكون في عونهم، وزوجته ومامته واخواته، ربنا يا رب يصبرهم يا رب. لان فراق ايهاب اذا لما يبقى صعب علينا احنا اللي احنا أمال مقربين عليهم منه، هو عامل امال إزاي؟ هيبقى صح. على اهله ايه وعلى اولاده ايه؟ كانت إيه آخر وصية ليه؟ والله يعني اخر يوم انا كنت معاه، حتى اول مره في الاجازه يطلبني ويقول لي تعالى اشوفك، قلت له انا يعني انا مش فوق، قال لي تعالى انا عايز اقعد معاك. سبحان الله زي ما يكون اول مره من يعني في اجازه كان قلبه يجي خالص. يقعد معانا، كان دايما بياخد نفسه ويقعد لوحده ويقعد مع اولاده وكده. رحت له وقعدنا انا وهو لغايه حوالي الساعه 1 بالليل، وهو نازل حتى من العربيه وعمال يناديلي باسمي كتير، وعمال اقول له في ابوب، قال لي يا ابني خد بالك من نفسك، خد بالك من ولادك، خد بالك من حفيدك، يا ابني ما تزعلش حد منك، وقعد يعني خد بالك من نفسك كويس. قلت له ان شاء الله يا بابا، في ايه بس انت، وقعدت اهزر معاه
وسبحان الله وصى تاني على بناته، وانا سمعت ان اخر وصية والله ليه كانت يعني على بناته. هو يعني إيهاب دايما بيوصي على بناته وولاده، دايما دايما ربنا يعني. يصبرهم. طب كنت عايزة اسألك، كان ايه اللي مضايقه في النادي الاسماعيلي؟ هل حصلت مواقف ضايقته من النادي الاسماعيلي ورحيل اللعيبة مثلا؟ وسمعنا لا برضو ان هو خالص كان ليه والله، سبع لا شهور ما خالص قبضهمش، خالص، لا هل فعلا كان ليه 7 شهور ما قبضهمش طبعا يا كابتن؟ طبعا كان ليه، لكن الحمد لله النادي سدد كل المستحقات الحمد لله. لكن إيهاب عمره ما فكر في ثبتها النهارده بعد ما توفى يعني. معلش معلش، هو كان في ظروف جوه النادي والحمد لله لما الامور اتفكت الناس ايوه، بس يعني في اتبسطت. حد يقعد 7 شهور ما يقبضش؟ ما انا بقول لك إيهاب عمره يا اميره ما فكر في الماده نفسها. إيهاب كان عادي بالنسبه له. إيهاب كان خدي بالك وهو ما بيعمل الحاجات دي كان بيدفع من جيبه، بيدفع من جيبه ايوه لبعض الناس سمعنا، كان بيدفع من جيبه لايه بقى؟ لحاجات كتيرة، بيعمل خير كتير جدا يا أميرة والله 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 والله، كان بيعمل خير كبير جدا سبحان الله. حتى بقول لك اللعيبة اللي كنا في نادي ما بيلاقوش نادي يقول لي اتصل بيهم يا حمد، أقول له بوب، يقول لي بس هاتهم بس ما تقولهمش إن أنا عايزهم، ونجيب اللعيب دوت ومن بعيد يساعده بقى بأي حاجة. يعني خدي بالك الموقف ده حصل على إيدي أنا شخصيا، يعني مش عايز يعني كتير جدا جدا، ويساعد الناس ونروح نساعد زمايلنا ونساعد ولادنا. يعني بصي كان خير جدا، ما عمره ما فكر في المرتب خالص، كان كل همه في النادي الاسماعيلي، وكان اللي تعبه ان موقف النادي ازاي يبقى هو شكله موجود في النادي ويحصل ان النادي يبقى متاخر في الجدول. ايهاب موجود وفعلا الجماهير بتخرج من الاستاد كان بيبقى متضايق جدا، بس وحتى عصبيته مع بعض الناس لما كان عايز يشوف شغله، عصبيته مع بعض الناس اللي هي العصبية العادية جدا، كان يخرج بعد كان الماتش مين الأشخاص اللي متضايق منها يا كابتن؟ أكيد كان والله في ناس بعينهم معلش. متضايق منهم. بص يا أميرة احنا يعني في ناس كتيرة طبعا، لكن انا بقول لك يعني حق إيهاب جه النهاردة وحق في إيهاب حد هيجي عند بعينه ربنا ظلمه؟ كتير كتير، بس انا مش هقدر اتكلم على حد دلوقتي، لان فعلا والله يا امير انا في موقف صعب جدا والله. انا رديت بس علشان يعني مش عايز اقول لك انا موقف صعب جدا مر عليا النهارده. يعني بس أنا عايزة أقول لحضرتك حاجة، يعني لو حضرتك عندك معلومات وما قلتهاش هنلاقي الحالة دي بتتكرر كتير، بص هيبقى يا فيه امير إيهاب جلال تاني انا بقول وتالت للناس ورابع. انا بقول للناس تاخد بالها من بعض، لان فعلا احنا في الزمن دلوقتي الزمن بقى صعب على الناس كلها. فعلا الزمن نفسه خلانا احنا كلنا مضغوطين، بنفكر كتير مضغوطين حتى بكل الحاجات اللي احنا حوالينا، فبقت بتخلينا في ضغوط على طول بنفكر. فناخد بالنا من بعض، ما نتحفزش لبعض، ما نبقاش احنا اللي عايزين نقهر حد او نتنمر مع حد فالناس تقعد ترد علينا. الحاجات دي كلها يا اميره ناخد بالنا من بعض. انا بس نفسي اقول بس ان التنمر والحاجات دي اللي على السوشيال ميديا والله ولا ليها اي قيمة، ملهاش والله اي قيمة، ومش بص ده رأي الجمهور الحقيقي على فكرة، ما والله يا بيبقاش ده اميره رأي الجمهور خالص، إيهاب ما كانش بيقرا الكلام، يعني ما كانش بيقرا، بس كان ولا طبعا ولا حد يقرأ، ولا حد يقرأ، لانه في في ناس بعض الناس. مريضة قاعدة على السوشيال ميديا، عندك حق في عندك ناس حق، عن مريضة نفسيا قاعدة على السوشيال ميديا، من يعني ما نسمعهمش ما نشوفهمش بيكتبوا ايه. هو دايما يقول لي يا ابني ما نقراش لحد مش عارف ايه، بس في ناس كان بتوصل له يعني بيسمع ويقول مش مشكله كان حق يا واخد عم على ربنا. خاطره من مين طيب؟ كان واخد على خاطره من الكابتن جمال لا علام؟ لا هو واخد على خاطره طبعا من اتحاد الكوره كتير جدا جدا، حتى اتحاد الكوره لغايه النهارده ما سددش مستحقاته، حتى الشهرين ليه اللي هو ليه ليه اشتغلهم ليه 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 ما ادلوش لغايه مستحقاته؟ النهارده، حتى ما اعرفش، حتى لما كانوا بيتكلموا كان ليه حق ان هو ياخده، ما حدش اداله حقه. جايين بعد الوفاه دلوقتي عايزين كل واحد عايز يقول ان انا بعمل حاجه فيحاول. بصي حاجات مؤلمه يعني، ما اعرفش ربنا يعني يا لو رب. كان مدرب أجنبي كانوا هيروحوا يدفعوا له بالدولار؟ لا ده احنا دفعنا يعني بالدولار غصب عننا، ورحنا للراجل الاجنبي نبص على دماغه عشان يوافق انه ياخد كمان مننا الراتب، لكن احنا احنا دايما كده المصريين هنا نحب مع بعض، نمد رجلنا احنا لبره. دايما هنا مع بعض، احنا بنهين بعض ايوه وما بنحبش نخلي بعض ناجحين وما بنحبش نكبر بعض. فيعني كل ده يا اميره ربنا يصبرنا عليه، وان شاء الله يعني الناس تتغير شويه، والناس يعني ربنا يا رب يصبرنا عليهم والله. الحمد لله الحمد طيب، لله انا يعني هقول لك ايه، البقاء لله سبحان وربنا الله. يصبرك ويصبر اسرته يا رب،
وهو اكيد في مكان احسن دلوقتي، بما طبعا انه هو كان طبعا بني ادم خير وكان بني ادم جدا محبوب جدا وكان والله. مبين على ما هي، اصل هو بيبقى حسن الختام، ادام ختامه بالشكل ده يبقى هو اكيد كان بني نعم ادم كويس، ده حاجه احنا متاكدين منها. انا بشكرك الحمد جدا لله. كابتن حمد ابراهيم مساعد الكابتن ايهاب جلال وصديقه المقرب. انا مش عارفه احنا ليه بنتفنن في ان احنا نقهر بعض، ليه احنا عندنا هنا كده بنروح نجيب الاجانب وندفع لهم بالدولار وندي ونتحايل، والمصري لا ما نحبش، مش بتكلم، مش هعمم، بس في كتير ما بيحبش يشوف حد احسن منه، ما بيحبش يشوف حد في مكانه احسن منه. ليه بنقهر كده الناس اللي احنا بنحبهم ودلوقتي بعد ما مات بنقول كان كويس وكان بنكرمه؟ بعد لازم نكرم بعد الوفاة، قبل الوفاة ما بنعرفش نعملها دي، بس ده هيتغير على فكرة، وكل الأحداث اللي بتحصل دي بتعمل تغيير، وشفنا وبنشوف وإن شاء الله هنشوف. فأي حد بيظلم حد وبيوصله للمرحلة دي ربنا هيورينا فيه يوم إن شاء الله.